بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل عظم المينوس ريجون في الهورس بعد ما خدنا الكربال بون، وهنا موجود الديستال روب بتاع الكربال بون مع عظم الميتاكربال. الميتاكربال بون في الهورس بتبقى 3 عظمات، الثانيه والثالثه والرابعه. الكبيره اللي احنا شايفينها دي كلها كده الثالثه، الثانيه والرابعه بتكون موجوده على الجنبين من ورا العظمه. هنمسك العظمه في ايدينا ونعرف نمسك العظمه صح يمين ولا شمال ازاي. هنمسك العظمه عليها، لا الاول كده من غير ما ناخد عليها اي حاجه، عليها تيوبروستي. التيوبروستي ده هو اللي بنعرف نمسك منه العظمه، نعرف منه الميديال من اللاترال. والعظمه دي تعتبر برضو لونج بون، ليها بروكسيمال اكستريميتي وديستال اكستريميتي وشاف. طيب اعرف منها بقى الميديال من اللاترال ازاي؟ عندي بروز اسمه ميتاكاربال تيوبروستي، هنعلم عليه. الميتاكاربال تيوبروستي ده بيبقى موجود دورسو ميديال. دورسو ميديال، يبقى انا امسك العظمه صح ازاي؟ يبقى انا امسك العظمه صح كده، ده كده ناحيه الميديال وده ناحيه اللاترال، وده الميتاكاربال تيوبروستي دورسو ميديال، وده الدورسال سيرفيس، واللي ورا ده كده البالمر سيرفيس او الفولر سيرفيس. طب هنا عندنا يبقى الكبيره دي هي دي الثالثه. طب الثانيه والرابعه نعرفهم ازاي؟ اللي هتبقى جنب الميتاكاربال تيوبروستي اللي هي الناحيه دي هتبقى الثانيه سكند ميتاكاربال بون، واللي بعيده عنه اللي هي الناحيه دي كده هتبقى الفورس ميتاكاربال بون. يبقى احنا عرفنا دلوقتي العظمه الكبيره دي اللي هي السيرد ميتاكاربال بون، واللي على الجنبين دول اللي هم موجودين على الاتش سايد بتاع البالمر سيرفيس اللي هم السمول ميتاكاربال بون، الثانيه والرابعه. اعرف الثانيه من الرابعه، الثانيه هي اللي جنب الميتاكاربال تيوبروستي والرابعه هي اللي بعيده عن الميتاكاربال تيوبروستي. بعد كده نكمل شرح العظمه. نكمل شرح العظمه، هي لونج بون ليها بروكسيمال اكستريميتي وديستال اكستريميتي وشاف. وضع العظمه في الحيوان بيبقى فيرتيكال بوزيشن زي ما احنا ماسكينها كده. الشاف بيبقى له بيبقى سلندريكال، له دورسال سيرفيس، تو سيرفيسز، دورسال سيرفيس وبالمر سيرفيس او فولر سيرفيس، وله ميديال بوردر ولاترال بوردر. الدورسال سيرفيس بيبقى كونفكس وكونفكس راوندد فروم سايد تو سايد وسموث، والبالمر سيرفيس بيكون عليه النيوترنت فريمن في البروكسيمال سيرف، وعلى الاتش سايد بيكون موجود السمول ميتاكاربال بونز اللي هي الثانيه والرابعه. بعد كده البوردرز، بس نعرف ان ده الميديال بوردر وده اللاترال بوردر. البروكسيمال اكستريمتي بعد كده هلاقي سطح التمفصل بتاعها ريسمبل للديستال رو بتاع الكاربال بون. هلاقي الارتيكولار سيرفيس اللي على السيرد ميتاكاربال بون شبه السيرد كاربال بون اللي هي دي، هلاقي الارتيكولار سيرفيس بتاعها شبهه بالظبط ادابتد ليه. هنا السكند ميتاكاربال بون برضه هتتمفصل مع السكند كاربال بون اللي هي فوق دي، وهنا الفورس كاربال بون برضه هتتمفصل مع الفورس ميتاكاربال بون مع جزء من السيرد ميتاكاربال بون. يبقى هنا الارتيكولار سيرفيس البروكسيمال ارتيكولار سيرفيس ادابتد للديستال رو بتاع الايه؟ الكاربال بون. بعد كده الديستال اكستريميتي بتاعه السيرد ميتاكاربال بون بلاقيها ديفايدد لتو كوندويلز سيبريتد باي ساجيتال ريدج. ساجيتال ليه؟ لان الميديال كوندويل بيكون اكبر من اللاترال كوندويل، لان وزن الجسم بيكون على الميديال اكبر من اللاترال. هنا نعرف بس ان الاثنين دول سمول ميتاتارسال بون بيبقوا لونج بون برضو، ليهم بروكسيمال اكستريميتي وشافت وديستال اكستريميتي. برضو نعرف دايما الثانيه من الرابعه موجودين على الاتش سايد بتوع البالمر سيرفيس، ديت كده الثانيه ميتاكاربال بون السكند، ودي كده الفورس ميتاكاربال بون. كده احنا خلصنا الميتاكاربال بون بتاعه الهورس. هتشارك في تكوين جوينت من فوق اللي هو كاربو ميتاكاربال جوينت اللي هو جزء من الكاربال جوينت، وبعدين هتتمفصل مع البروكسيمال فالنكس بتاع الديجيت، بتعمل جوينت اسمه فيتلوك جوينت اللي هو بين الديستال اكستريمتي بتاع الميتاكاربال والبروكسيمال اكستريمتي بتاع الفيرست فالنكس، وبيبقى موجود على الجنبين من ورا، عليها برضو ارتيكولار فاسيت مع البروكسيمال سيساموييد بون اللي هم دول، ونشرحهم ان هم عباره عن بيراميدال في الشيب، ليها بيز ليها بيز بتبقى موجوده على الديستال اكستريميتي بتاعه الميتاكاربال بون كده الارتيكولار سيرفيس بتاعها، وبعد كده البيز بتاعتها بتبقى ديستالي وبتبقى رف يمسك فيها ليجامنتس، واحده الناحيه دي وواحده الناحيه دي، على كل ديجيت بيكون فيه 2 بروكسيمال سيساموييد بون. بفرق البروكسيمال سيساموييد بون دي من العظم الصغير اللي كان عندنا في الكاربال بون ازاي؟
ان هنا العظمه اللي هي البروكسيمال ساموود بون بتبقى بيراميدال في شيب وعليها ارتكولار سيرفيس ارتكولار فاسيت من ناحيه واحده، لكن هنا برضو دي زيها، لكن هنا دايما في الكاربال بون يا اما تتمفصل دايما مع اللي جنبها او اللي تحتها، فهلاقي اكتر من ارتكولار فاسيت. برضو دي الانر كاربال بون ودي الفورس كاربال بون، هلاقي برضو عليها ارتكولار فاسيت من اكتر من جهه وليها فولر تيوبيركل، ودي برضو السكند برضو عليها ارتكولار فاسيت من اكتر من جهه لانها بتتمفصل دايما مع اللي فوقها او اللي جنبها او اللي تحتها، لكن هنا البروكسيمال ساموود بون بتتمفصل بس مع الديستال اكستريميتي بتاعت الميتاكاربال بون، بتبقى موجوده على الجنبين كده. يبقى احنا كده فرقنا العظم الصغير من بعضه، يبقى دي كده البروكسيمال ساموود بون. هننزل بعد كده على الديجيت. الديجيت بتاع الهورس، الهورس له ديجيت واحد بيتكون من 3 فالانجيز، هو له صحيح 3 ميتاكاربال بون لكن اكبر واحده فيهم اللي هي الثالثه وهي دي اللي بتشيل الديجيت، والديجيت هنا بيتكون من 3 فالانجيز بروكسيمال وسكند او ميدل وديستال او ثيرد. ممكن نسمي بروكسيمال ميدل ديستال او فيرست سكند ثيرد. نيجي للبروكسيمال فالنكس. البروكسيمال فالنكس بتبقى مع انها صغيره بس احنا برضو بنسميها لونج بون، ليها شافت وبروكسيمال اكستريميتي وديستال اكستريميتي. طيب وضع العظمه دي في الحيوان بيبقى ازاي؟ بتبقى مايله داون وورد اند فورورد او كرينيو فينترال، يعني انا امسك العظمه دايما ان هي مايله كرينيو فينترال. العظمه دي ليها الشافت بتاعها بيبقى له تو سيرفيسز وتو بوردرز، هلاقي ده كده بنسميه دورسال سيرفيس وده بنسميه بالمر سيرفيس او فولر سيرفيس، وليها تو بوردرز. اعرف البوردرز الميديال من اللاترال ازاي؟ هبص على البروكسيمال اكستريميتي الارتيكولار سيرفيس بتاعها، هلاقي تو كافيتيز سيباريتد باي ساجيتال جروف. ليه ساجيتال جروف؟ برضو لان احنا قلنا هنا ان الميديال كوندويل بيبقى اكبر، يبقى برضو هنا الميديال كافيتي هيكون ايه؟ اكبر بس سلايتلي لارجر، عشان كده مش مميزه بالعين قوي، هنعرفها من الديستال اكستريميتي بتجربه كده على الترابيزه هنعرفها بعد شويه. طيب يبقى هنا نبص بعينينا، اللي شايف ان ده مثلا الاكبر يبقى هيكون ده ناحيه الميديال بوردر وده اللاترال، خلاص؟ يبقى ده كده دورسال سيرفيس وبالمر سيرفيس او فولر سيرفيس، وده ميديال بوردر وده لاترال بوردر. طيب ايه الاستراكشرز اللي موجوده على السيرفيسز؟ اهم حاجه اللي موجوده على الفولر سيرفيس او البالمر سيرفيس اللي هي تراينجولار راف اريا دي كده، موجوده على البالمر سيرفيس او الفولر سيرفيس بتبقى تريانجولار راف اريا، الايبكس بتاعتها موجوده ديستالي بيمسك فيها الديستال ساموودين ليجامنت. بعد كده البروكسيمال اكستريميتي موجود فيها ايه؟ موجود فيها سطح التمفصل مع الديستال اكستريميتي بتاع الميتاكاربال اللي هي بتتكون هنا كان تو كوندويل سيباريتد باي سيتال ريدج، يبقى المقابل ليهم هنا هيكون تو كافيتيز او جلينويد كافيتيز لان هم شالوا ارتيكولار كافيتي سيباريتد باي ساجيتال جروف، وهنا عشان كانت الميديال اكبر من اللاترال برضه هنلاقي هنا الميديال اكبر من اللاترال. ننزل على الديستال اكستريميتي، هنا برضه في البروكسيمال اكستريميتي هلاقي الدورسال بوردر بتاعه فيه سلايت اليفيشن عشان يمسك فيه الاكستنسور تندونز. ننزل على الديستال اكستريميتي، طبعا هنا البروكسيمال اكستريميتي هتعمل جوينت مع الميتاكاربال اللي هو الفيتلوك جوينت، يبقى الجوينت اللي بيتكون هنا بين البروكسيمال اكستريميتي والديستال اكستريميتي بتاع الميتاكاربال هيبقى ليه الفيتلوك جوينت. بعد كده الديستال اكستريميتي بتتكون من تو كوندويلز سيباريتد باي ساجيتال جروف، هنا برضو الميديال كوندويل بيكون اكبر من اللاترال. طب نعرفها ازاي؟ هنحط الفيرست فالنكس ده على الترابيزه كده بالبالمر سيرفيس بتاعه، طبعا عشان الميديال اكبر من اللاترال يبقى اللاترال هو الصغير اللي مش ملامس الترابيزه، اجي اخبط الصباع كده من اي ناحيه، خلاص من هنا كده هلاقي فيه صوت، الصوت ده جاي من ايه؟ ان اللاترال كوندويل اللي هو ده هو بقى لا يعني لا يلامس الترابيزه، يبقى هو كده الايه؟ الصغير. يبقى ده كده ناحيه اللاترال وده ناحيه ايه؟ الميديال، لان الفرق في الحجم بيبقى صغير مش باين بالعين المجرده، يبقى ننقر تاني كده الصباع في اي نقطه هلاقيه بيتحرك اهو. مكان التحرك ده جاي من ان اللاترال كوندويل لا يلامس الترابيزه، خلاص يبقى هو ده الايه؟ الاصغر. يبقى الناحيه دي كده هو ده اللاترال بوردر وده ايه؟ الميديال بوردر. وهنا كده فوق هيبقى هو ده الميديال كافيتي اللي هو اللاترال كافيتي اللي هو اصغر من الميديال كافيتي. نيجي بعد كده ليه؟ طبعا هنا الديستال ارتكولار سيرفيس هيكون مع
السكند فالنكس، الجوينت اللي بعد كده اللي هو التاني جوينت في الديجيت اللي هو الايه الباسترن جوينت. هنا كده هيتكون الباسترن جوينت. نيجي نقارن بقى السكند فالنكس بالبروكسيمال فالنكس، نعرفهم من بعض. هنلاقي ده شورت عن البروكسيمال فالنكس ويكون له أربعة سيرفيس وفلاتند دورسو فينترال، وله أربعة سيرفيس: بروكسيمال ارتيكولار سيرفيس، ديستال ارتيكولار سيرفيس، دورسال سيرفيس، وبالمر سيرفيس او فولار سيرفيس. هنيجي هنا البروكسيمال ارتيكولار سيرفيس هلاقيه بيناسب الديستال ارتيكولار سيرفيس بتاع الفيرست فالنكس. هنا اتنين كوندول سيباريتد بجروف، هنا هلاقي فيه تو كافيتيز سيباريتد باي ريدج، وبرده دايما الميديال ايه اكبر من اللاترال، وفي سلايت اليفيشن برضو على الدورسال بوردر بتاع البروكسيمال اكستريميتي عشان يمسك فيها الاكستنسور تندونز اللي هي بتاعه العضلات اللي هي جايه من فوق. هنا كده في الدورسال سيرفيس مش عليه اي ستراكشر. اهم حاجه على الاثنين بوردرز دول هلاقي فيه تيوبيركلز على الجنبين عشان يمسك فيهم الليجامنتس بتاعه الجوينتس دي. كل جوينت بيكون له ميديال ولاترال ليجامنت تمسك العظمتين ببعض. ننزل على الديستال ارتيكولار سيرفيس هلاقيه بيتكون من تو كوندويلز سيباريتد باي ساجيتال جروف. بعد كده المهم نعرف الفرق بين ده بين السكند فالنكس وبين الدورس البروكسيمال فالنكس، ان هو بيبقى شورت ودورسو فينترالي فلاتن. نيجي بعد كده الجوينت اللي هيتكون بين السكند فالنكس والثيرد فالنكس اللي هناخده دلوقتي، الجوينت ده هيكون ثالث جوينت في الديجيت اللي هو الكافين جوينت. يبقى كان في اول جوينت اللي هو الفيتلوك جوينت، وبعدين الباسترن جوينت، وبعدين الكافين جوينت، وهنا بتبقى موجوده عظمه ثانيه موجوده ورا اللي هي الديستال سيساموييد بون، اللي هي الديستال سيساموييد بون بتكون بين السكند والثيرد فالنكس. لكن كانت البروكسيمال سيساموييد بون موجوده فين؟ ورا الديستال اكستريمتي بتاع الميتاكاربال عند الليفل بتاع مين؟ الفيتلوك جوينت. يبقى عند الفيتلوك جوينت في تو بروكسيمال سيساموييد بون، وعند الليفل بتاع الكافين جوينت بيبقى موجود وان ديستال سيساموييد بون. يعني الرجل بتاعه الحصان الواحده فيها ثلاثه سيساموييد بون، اثنين بروكسيمال واحده ديستال. نشرح الاول الديستال سيساموييد بون، نفرقها بين العظم الصغير الثاني. الديستال سيساموييد بون ليها اسم ثاني اللي هو النافيكولار بون، وده مشهور في الجراحه لان في مرض اسمه النافيكولار ديزيز. الديستال سيساموييد بون او النافيكولار بون دي بيكون شكلها مختلف عن باقي العظم الصغير اللي احنا خدناه، عن البروكسيمال سيساموييد بون وعن البونز بتاع الكاربال بون، ان هي بيبقى شكلها شاتل شيب او شكل المكوب اللي هي لها تو سيرفيس وليها تو اندز بيبقوا بوينتد كده، خلاص بيبقى شكل المكوب. العظمه دي موجوده فين تاني؟ عند الليفل بتاع الكافين جوينت، خلاص بتتمفصل مع الديستال اكستريميتي بتاع السكند فالنكس من هنا من ورا، ومع الثيرد فالنكس برضو. يعني مكانها لو احنا حطيناها في مكانها مظبوط كده هنلاقيها بتبقى هنا كده، يبقى العظمه دي بتكون موجوده كده، خلاص يبقى العظمه اللي هي النافيكولار بون او الديستال سيساموييد بون بتكون مكانها الطبيعي كده في الحيوان. طيب عرفناها من شكلها اللي هي شاتل شيب او شكل المكوك، ونفرقها في شكلها مختلف خالص عن باقي العظم الصغير، يبقى دي الديستال سيساموييد بون او الايه النافيكولار بون. نيجي بعد كده للثيرد فالنكس. الثيرد فالنكس ده هو ده اللي بيبقى موجود في الهوف، وحتى شكله بيبقى واخد شكل الهوف شويه. طيب الثيرد فالنكس ده بيكون له كام سيرفيس وكام بوردرز وكام انجلز؟ بيكون له 3 سيرفيسز بروكسيمال او الارتيكولار، هنا مش هنقول بروكسيمال ولا ديستال لان هو ارتيكولار سيرفيس واحد اللي هو ارتيكولار سيرفيس، وبعدين له دورسال سيرفيس ده كده الارتيكولار سيرفيس، وبعدين ده دورسال سيرفيس او برايتال سيرفيس، وبعدين السيرفيس اللي ورا ده كده اللي هو البالمر سيرفيس او الفولار سيرفيس. البوردرز، البوردر اللي فوق ده كده اسمه كوروناري بوردر، والبوردر الثاني اللي هو اللي تحت ده كده اسمه سولار بوردر. يبقى كوروناري بوردر وسولار بوردر. والعظمه دي برضو ليها تو انجلز اللي هم دول كده، تو انجلز بتوع الثيرد فالنكس اللي هم الاثنين دول. نشرح نقول نبذه مختصره كده عن كل حاجه فيها. هلاقي الارتيكولار سيرفيس بتاعها بيكون ادابتد للديستال ارتيكولار سيرفيس بتاع السكند فالنكس. هنا تو كوندويل سيباريتد بجروف، لكن هنا هنلاقيهم تو كافيتيز سيباريتد باي ريدج لو ريدج. الدورسال سيرفيس او البرايتال سيرفيس هلاقيه بورس مخرم،
وشبه ايه؟ شبه حجر اسمه بيومسستون، اللي هو الحجر اللي موجود في كل حمام. طيب الخروم دي هلاقي، اجي من على كل جنب كده هلاقي فيه جروف، اللي هو ده جاي من ناحيه الانجل ومنتهي في واحد من الفرامنه دول، بس بيبقى كبير شويه. يبقى ده كده الجروف ده اسمه دورسال جروف من اسم السيرفس او برايتال جروف، لان احنا سمينا السيرفس ده يا اما دورسال سيرفس يا اما برايتال سيرفس. يبقى الجروف ده اسمه دورسال جروف او برايتال جروف، جاي من ناحيه الانجل ومنتهي في واحد من الفرامنه دي، بس بيبقى كبير شويه عن باقي الفرامنه. هنيجي برضو على الناحيتين، الجروف ده هلاقيه على الناحيتين، واحد الناحيه دي وواحد برضو تاني الناحيه دي. يبقى الاثنين دول كده اسمهم دورسال جروف او برايتال جروف. طيب ده بالنسبه للدورسال سيرفيس. نيجي بعد كده للفليكسور سيرفيس او البالمر سيرفيس، قصدي البالمر سيرفيس بيبقى ديفايدد لجزئين باي لاين او كريست، اللي هي دي كده نلونها بالتبشيره. يبقى هنا كده البالمر سيرفيس ديفايدد ل تو ان ايكوال بارتس باي لاينز اسمه سيميليونر لاين او كريست. يبقى الخط اللي احنا علمناه ده كده اسمه سيميليونر لاين او كريست، بيقسم السيرفيس ده لجزئين ان ايكوال. الجزء اللي ورا ده كده بنسميه الفليكسور سيرفيس، والجزء اللي نايم على الارض ده كده بنسميه سولار سيرفيس. يبقى السيرفيس اللي نايم على الارض ده بنسميه ايه؟ سولار سيرفيس، والسيرفيس اللي ورا ده اسمه فليكسور سيرفيس. السيميليونر لاين او كريست دي بينتهي فيها الديب ديجيتال فليكسور تندون، والمكان اللي وراها ده بنسميه فليكسور سيرفيس. هلاقي فيه ثلاث حاجات، هلاقي فيه جروف جاي برضو من عند الانجل، الجروف اللي هو ده كده، واحد الناحيه دي وواحد الناحيه دي. الجروف ده اسمه بالمر جروف او سولار جروف. يبقى الجروف ده اللي على الناحيتين اللي جاي من الانجل ده اسمه بالمر جروف او سولار جروف. وبعدين في خرم عندي اهو، في خرم هنا وخرم هنا، برضو الخرم بنفس الاسم، يا اما سولار فريمن يا اما بالمر فريمن. الخرم ده لو انا جبت انبوبه او سلك ووصلته من هنا لهنا هلاقيه عامل كنال جوه العظمه، الكنال دي اسمها سيميليونر كنال او سولار كنال. يبقى الكنال اسمها سيميليونر كنال او سولار كنال، موصله ما بين التو فرامنه دول، دي اللي بينتهي فيها التيرمينال ارش بتاع البلاد سبلاي بتاع الرجل. بعد كده السولار سيرفيس ده بس هو موجود على الارض، بيبقى في الحافر. وبعدين اخر حاجه في السيرد فالنكس ده البوردرز بتاعته، اللي هي كروناري بوردر اللي هو اللي فوق ده كده، والكروناري بوردر ده في السنتر بتاعه هلاقي فيه بروسيس، البروسيس ده اسمه اكستنسور بروسيس. البروسيس اللي انا علمت عليه بالازرق ده كده اسمه اكستنسور بروسيس، اللي بينتهي فيه الكومون ديجيتال اكستنسور تندون بتاع عضلات الاكستنسور ماسل. يبقى عضله اسمها كومون ديجيتال اكستنسور ماسل بتنتهي ب كومون ديجيتال اكستنسور تندون في البروسيس ده. البوردر الثاني اللي هو السولار بوردر اللي هو نايم على الارض، بيفصل البرايتال عن البالمر سيرفيس. طيب اخر حاجه في السيرد فالنكس ده اللي هما التو انجلز اللي ورا دول. التو انجلز دول لو بصينا للانجل دي هنلاقيها ديفايدد لبروكسيمال وفنترال بارت باي نوتش او فريمن اللي هو ده. بس كده يبقى كده ده خلص اللي هو الايه؟ السيرد فالنكس. يبقى احنا كده خلصنا المينس ريجون بتاعت الهورس اللي كانت بتتكون من كاربل ميتا كاربل والديجيت اللي هو سيرفالانجيس بروكسيمال وميدل وديستال، وخدنا كمان فرقنا البروكسيمال سيسامويد بون عن الديستال سيسامويد بون عن الكاربل بونز، وعرفنا مكان كل واحده فيهم. هنيجي بعد كده